في البداية صباح الخير عليك حمدان وصباح الخير على مشاهدي قناة الإخبارية. بالفعل حمدان كما ذكرت نحن نتواجد داخل مجمع الملك عبدالله الطبي، هذا المجمع الذي يعمل بطاقة استيعابية تجاوزت 420 سرير، وأيضا هو من أحدث المستشفيات في مدينة جدة وأحدث المجمعات في مدينة جدة، المجمعات الطبية. نتحدث عن هذا المجمع الذي عمره تقريبي 5 سنوات وهو مجمع حديث جدا يخدم مدينة جدة وأيضا القرى والمحافظات التابعة لمحافظة جدة. أيضا الجدير بالذكر أنه التسارع الكبير حمدان الذي يكون في وزارة الصحة من خلال وجود هذه المجمعات الطبية وأيضا وجود هذه الكوادر الطبية التي تخدم السكان مدينة جدة وتخدم أيضا المناطق المجاورة لمحافظة جدة، وأيضا هي امتداد لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأيضا برنامج التحول الوطني لرفع جودة الحياة وجودة المنشآت الصحية. للحديث بشكل مفصل عن هذا المجمع يسعني نستضيف الدكتور محمود أبو رمش، هو المشرف العام للشؤون الطبية في مجمع الملك عبدالله. في البداية أهلا وسهلا بك دكتور على النشرة الأولى وعلى شاشة الإخبارية. دكتور في البداية لو أردنا أن نعرف ما هو مجمع الملك عبدالله الطبي وما هي أبرز أقسامه وأبرز إنجازاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا شكرا أستاذ عبدالله على الإضافة، صباح الخير لك ولجميع مشاهدي قناة الإخبارية. طبعا كما ذكرت مجمع الملك عبدالله تم افتتاحه تحت رعاية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار سيدي خادم الحرمين الشريفين عام 1437. طبعا منذ بداية المجمع وكان حقيقة في تطور ملحوظ وسريع في نمو المجمع خاصة في جميع التخصصات. المجمع كما ذكرت هو 420 سرير، تضمن حقيقة أكثر من 52 سرير عناية مركزة، 15 سرير عناية قلبية و15 سرير حديثي الولادة. بالنسبة للتخصصات الطبية جميع التخصصات الطبية تقريبا متوفرة في المجمع ما عدا تخصص الأورام والأطفال والحروق. حقيقة المجمع كان له دور فعال في تغطية كبيرة لمنطقة شمال جدة، كما تعرف أنه منطقة شمال جدة لا توجد فيها مستشفيات أيضا على النطاق الحكومي أو على نطاق وزارة الصحة أو حتى على النطاق الخاص. فالمنطقة التغطية أو الكاتشمنت أريا بالنسبة لمجمع الملك عبدالله كبيرة جدا، تتخطى 30 كيلومتر دائريا تقريبا. طبعا وجود مجمع الملك عبدالله على أكثر من خط سريع هايوي مثلا طريق المدينة وطريق الأبحر، وجود أيضا قربه من المنطقة الترفيهية المائية، فهذا حقيقة يعني كان له دور فعال في تسريع وتفعيل معظم التخصصات في المجمع خصوصا الحوادث والإصابات. فالمجمع بيستقبل يعتبر تقريبا النقطة الأولى لاستقبال جميع الحوادث المرورية، الحوادث البحرية، الإصابات في منطقة المطار القرب والجغرافي من المنطقة، كلها تقريبا بتوجه دايركت لمجمع الملك عبدالله. دكتور لو ناخذ بس كذا جولة في ممرات المجمع، دكتور نتحدث أيضا عن الإنجازات الكبيرة، في إنجازات أنتم تعملونها في مجمع الملك عبدالله الطبي من خلال أيضا بوادر أو مبادرات طبية على مستوى مدينة جدة، إيش أبرز الإنجازات الموجودة في المجمع؟ صحيح فعلا، يعني هي المجمع كما ذكرت فيه بعض التخصصات التميزية، أولها طبعا القلب، يوجد مجمع مركز للقلب بمجمع الملك عبدالله متخصص ومتكامل يتعامل مع جميع حالات الأمراض القلبية من ضمنها القسطرة القلبية. القسطرة القلبية طبعا في معملين للقسطرة القلبية مجهزة أحدث تجهيز بالهايبريد، نظام الهايبريد كاثلاب اللي هو حقيقة تكون مكان تقدر تجري فيه القسطرة القلبية ممكن يحول في لحظة إلى عمليات قلب مفتوح إذا احتاج الحالة. أجريت والحمد لله أكثر من 1500 قسطرة قلبية في السنة الماضية وأكثر من حوالي 60 عملية قلب مفتوح في السنة الماضية، والحمد لله يعني توفر خدمة القسطرة القلبية في المجمع على مدار الساعة لمدة 24 ساعة، لأنه كما تعرف في بعض الجلطات القلبية مهم جدا أنه يتم العلاج خلال فترة اللي يسموها الجولدن ويندو اللي هي 6 ساعات من بداية القصور في الشرايين. فإذا أنت أسعفت المريض في الفترة هذه وقدرت تتداخل بقسطرة قلبية وإزالة السدد وإدخال قسطرة أو دعامة، فيرجع عضلة القلب بطبيعتها وما يصير في أي تأثير على المدى الطويل للمريض. فهذه حقيقة من أولويات مركز القلب المجمع اللي يسموها القسطرة الأولية اللي هي تكون خلال
فترة زمنية قصيرة جدا من بداية ظهور الأعراض، ويكون لها تأثير فعال في على المريض على المدى البعيد، بحيث أنه تخفف مشاكل الضعف في عضلات القلب في المستقبل. طيب دكتور، العمل الكبير تعملونه داخل المجمع أيضا يوازيه أيضا تطور وافتتاح لأقسام كبيرة. نعلم أن مدينة جدة لا يوجد فيها مستشفى نساء وولادة، وأنتم الآن في طور افتتاح في المرحلة القريبة القادمة مجمع للنساء والولادة متخصص. لو تحدثنا عن هذا المجمع، إمكانياته، سعة السريرية، ومتى يكون يخدم سكان مدينة جدة وأيضا أهالي مدينة جدة؟ فعلا هو الطلب كثير جدا على تخصص النساء والولادة وحضانات الأطفال حديثي الولادة. المجمع طبعا كما ذكرت في مركز متخصص يسمى مركز الولادة والأطفال التخصصي، أكثر من 400 سرير يتضمن جميع تخصصات النساء والولادة، عناية مركزة للأطفال، عناية مركزة لحديثي الولادة، كما أجنحة ترميم للأطفال. طبعا هو كما ذكرت يعني على الفترة قريبا إن شاء الله هيتم الافتتاح، ونظرا لزيادة الحاجة والضغط للولادة في منطقة شمال جدة وعدم وجود أي مستشفيات بديلة، تم افتتاح قسم نساء ولادة بحوالي بسعة 15 سرير ولادة مع حضانة للأطفال حديثي الولادة، نتيجة الضغط حقيقة، وتعتبر كخطوة استباقية إلى حين تفعيل مستشفى الولادة والأطفال، وإن شاء الله حتكون لها تأثير جبار في تغطية منطقة شمال جدة. كما ذكرت سابقا أنه عدم وجود مستشفيات على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص أو مستشفيات وزارة الصحة. دكتور، لو نقول تساؤلات البعض المرضى للزوار لمجمع الملك عبد الله، اكيد انه وردكم تساؤلات وصار هناك تحسينات للخدمات المقدمه، ابرز المبادرات لتحسين الخدمات المقدمه من مواعيد، من صرف ادويه، او من مبادرات ايضا يقوم بها المجمع، ما هي ابرز المبادرات اللي عملتوا عليها وكانت هي طلبات للجمهور ومستقبل لمجمع الملك عبد الله الطبي؟ صحيح، هو فعلا احد الدروس المستفاده كانت من خلال جائحه كورونا، انه استخلصنا انه مش جميع الاجراءات تحتاج وجود المراجع نفسه وعناء المشوار الى المستشفى. فحقيقه يعني طلعت عده مبادرات، من ضمنها كانت مبادرات التقارير الطبيه وجهاز الخدمه الذاتيه. جهاز الخدمه الذاتيه طبعا مربوط بنظام المستشفى، يمكن للمريض بادخال رقم الهويه او رقم ملفه الطبي اذا كان يعرفه، ويطلع على مواعيده، يتم طلب رفع طلب تقرير طبي أو رفع طلب تغيير موعد أو صرف أدوية أو إعادة صرف أدوية. ففي الحقيقة يعني في عدد كبير من المراجعين للمستشفيات يراجعوا لأسباب غير طبية، كمثلا متابعة مواعيد أو متابعة تقارير طبية أو صرف أدوية. فحقيقة في هذه الشريحة من المراجعين بنحاول نسهل عليهم الأكسسابيليتي أو الوصول إلى خدماتهم. فصرف أو إعطاء التقارير الطبية ممكن الآن يتم عن طريق خدمات الواتساب التفاعلي بقسم السجلات، بحيث المريض يرسل رقم ملفه وطلب التقرير ويتم إرسال التقرير له عن طريق الواتساب. أيضا في مبادرة توصيل الأدوية إلى المرضى إلى البيوت، كانت في مبادرة على مستوى وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة البريد بتوصيل الأدوية إلى المريض، فيتم المريض طلب دواء عن طريق الواتساب التفاعلي الخاص بالصيدلية ويتم إعادة الوصفة له وإرسال الدواء له إلى المريض. طبعا بالإضافة عدة مبادرات كانت للتواصل مع ذوي المرضى، تم تشكيل لجان أو فريق من تجربة المريض والخدمة الاجتماعية للتواصل مع جميع مرضى ذوي مرضى العناية المركزة، لأن تعرف مرضى العناية المركزة الزيارة أحيانا بتكون محدودة وفترة الزيارة قصيرة جدا لخصوصية الحالات، فمعظم ذوي المرضى ما يتمكنوا من متابعة حالات المرضى، فتم تقويم فريق من تجربة المريض ومن أطباء العناية للتواصل مع المرضى وإبلاغهم بالمستجدات بخصوص المرضى. شكرا لك دكتور، الله يعطيك الصحة والعافية على كل هالمجهودات وأيضا توعية المجتمع للخدمات المقدمة من مجمع الملك عبدالله الطبي. شكرا لك. العفو حبيبي، شكرا لك. يعني حمدان، كما شاهدنا الجهود المبذولة من أحدث مستشفيات مدينة جدة وهو مجمع الملك عبد الله الطبي، وهو أيضا يعني يعتبر من أحدث المجمعات كما ذكرنا، عمره التقريبي 5 سنوات، وأيضا بطاقة استيعابية تجاوزت 420، وأيضا يعمل الآن على افتتاح مستشفى للنساء والولادة التخصصي، هو قريبا كما ذكر الدكتور يكون مفتتح بقرابة 3 أشهر، وهو أيضا من أهم المراكز اللي سوى تتم الافتتاح لها في القريب العاجل، كون مدينة جدة لا يوجد فيها مستشفى متخصص للنساء والولادة على مستوى وزارة الصحة. هذه أبرز المشاهدات لدينا حمدان، والعودة إليك.
أشكرك جزيل الشكر مراسل الإخبارية الزميل عبد الله الخرجي، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.